يا لهوي يا عمر، لو تشوف اللي جرالي. حسيت الدنيا كلها اتلخبطت في عينيا، وكنت هتكيفي على وشي وبقت كلها كده بتضرب الوان. انا بقى يعني وهي ماشيه تتكعبع على وشها في البيت، وكانت هتنزل بلبس البنت من غير حجاب. الله عليك انت يا اختي، وشها بقى زي ليمونه وايديها تترعش وكل الكلام اتحشر في حلقها. صح، اتحشر في حلقها. ده واخدكم معايا يا حبايبي والله. اوعى تقول كده، سلامتك عندنا بالدنيا كلها. انت تتقشر يا برنس، تلاقينا اسرع من اسعاف. ربنا يخليك ليا يا رب. ولا يحرمني منك. ما تسيبي الدبوس. ما عايزاه يا بنت. سيبي يا بنت، سيبي يا بنت عشان اخوك ياكل يا بنت. جعانه ايه؟ حرام عليكي. خد هي تشوف الدبابيس من هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا ما رضيتش هاجي لما اجيب لك كل الاخبار. اشجيني بقى، اشجيني. اخبار يا عمو؟ ها اخبار. الاخبار اللي تهمه عن الانسه لمار عرفان. موزة زي القمر، كنت خايفة عليك قوي. والنبي من النبي دمار. دمار دي شؤم، هي الشؤم، هي سبب المصايب اللي حصلنا دي كلها. اسمها دمار. لمار يا حبيبتي، اسمها لمار يا تينا، يعني بريق الماس. وبعدين مش بنقولها كده بالراحة على البيت. بيني وبينك هي البت بتلمع وحلوة حبتين، بس أنا بصراحة اتشقمت منها من ساعة اللي حصل لك ده. اتشقمت إيه بس وبتاع؟ اللي بيحصل ده عادي، بيحصل كل يوم يعني، عادي عادي. أنت اللي مقفورة. أخويا كان هيروح مني وتقولي مقفورة؟ حرام عليك يا عم حافظ. يا كتابينا اسمعيني اسمعيني، بالطيبة وغلبانة وبيضة. شفت بيضة؟ دي بيضة بيضة، وبعدين دي أبريق الماس. يا عم حافظ، بريق الماس مش أبريق، بريق الماس. وانت كنت تعرفها قبل كده يا عمر؟ دي موزة يا بنت، خليك في حالك. هي في حياتي الموزة دي. هدي الموزة دي. بس هدي الموزة دي يا راجل. امال كنت عندها بتعمل ايه يا بنت؟ تنام انت مالك؟ انت انت مالك؟ خد. ياكل ايه؟ استنى الأول لما تشوف الأخبار اللي أنا جبتها لك.